في عناوين النشرة: ذكرى 14 من آذار ذكرى. وإذا كان الرئيس حرير اليوم مشغول برئاسة الوزارة وغيره مش قادر، نحن موجودين. السلسلة في المجلس والنقابات في الشارع. نستمر بالإضراب المفتوح. الفالي يخالف القوانين ويستملك الأرصفة. يعني بلكي مثلا مصفوفة بشي محل بشي موقف أو هيك، يعني أكيد مصفوفة كانت على الطريق هون. بن سلمان وأزمة المنطقة في البيت الأبيض. اليمين المتطرف على أبواب الانتخابات الأوروبية. مساء الخير. من ساحات ممتلئة النعمة البشرية على طول الشهداء وعرض رياض الصلح ومنصات تحلف بالله العظيم مسلمين ومسيحيين بأن نبقى موحدين، بلغت ثورة الأرز في 12 عاما أبد الآبدين. ومن جماهير غفورة تهتف للسيادة والاستقلال إلى خفض في النفقات الجماهيرية في الاحتفالات المغلقة داخل البيال، وصولا اليوم إلى الثورة الرمزية المعلبة بفيديو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي: غابت شمس الثورة وصارت 14 أذار غروب. تحللت من أمانتها العامة وترجلت فوارسها السعيدة، اختفت ملامح صناعها برجالها ونسائها وبونبوناتها، ولم يبقى إلا بعض فريق سياسي يناضل ليربح الانتخابات إذا خيضت. وعلى هذه الانتخابات فإن الكلام النجيب قد يكون هو الأكثر قربا إلى الواقع، بحيث تراءى للرئيس نجيب ميقاتي أن هناك تمديدا حتميا لمجلس النواب، حيث الانتخابات ستجرى في الربيع الحالي. العرافة الشمالية لم تتنبأ بالمستحيل، حيث تؤشر كل المعطيات السياسية إلى سلوك هذا الدرب، لا سيما إذا سقط اقتراح جبران 3، فسقوط اقتراح باسيل هو أيضا حتمي على يد من يدرسونه حاليا وفي طليعتهم حزب الله، الذي رفض أي اقتراح خارج النسبية الكاملة، وليغرد من يغرد أينما شاء وكيفما يشاء، بحسب تعبير كبير نواب الحزب محمد رعد، الذي قال إن التغيير ليس شعارا بل هو ممارسة ومعادلة، والتغيير فيه اصطفاف ومعرفة للحدود، ولا يجري بالحفاظ على الأحجام السابقة، ولا يفترض أيضا تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة. وبهذا الموقف ترتسم معالم الرفض، وإن كان جبران الثالث قد استرضى كبرى الكتل السياسية بإعلانه أن اقتراحه هذا يراعي حزب الله والمستقبل وأمل والاشتراكي والقوات والتيار. لكن هل كان المطلوب أن يقف جبران باسيل عند خواطر السياسيين ويرعى مصالحهم، أم عند مطالب الناس الناخبين؟ من كلفه رسم قانون على مقاس حكم أكل الأخضر وينتظر الاتهام اليابس؟ وهل نحن خائفون على مصير من حكموا البلد 30 عاما وفضوا بكرة مؤسساته ونهبوه عن بكرة مرافقه الحيوية؟ أم نحن نبحث عن تغيير ونراعي طموحات الشعب والأحزاب المهمشة وصوت الذين لا صوت لهم؟ لقد طمأننا باسيل إلى أنه راعي مصالح المستلبصين بالسلطة الممددين الباحثين عن تمديد ثالث، وكان خوفنا على مصيرهم كبيرا. لكن إذا كانت المشاريع 17 المحالة إلى الهيئة العامة كفيلة صنع حرب أهلية وفقا لتصنيف رئيس مجلس النواب، فأي وصف سينطبق على اقتراح باسيل الذي يشبه قانون التعيين حكما؟ هي الحرب العالمية النووية إذن.
في الذكرى السنوية 12 لانتفاضة 14 من أذار، انقلاب داخل قوى 14 من أذار وإنشاء أمانة سر جديدة. انقلاب، انشقاق، تمرد، عبارات مختلفة لكنها تصف الواقع الذي وصلت إليه قوى 14 من أذار التي شهدت انقلابا على أيدي بعض مكوناتها الذين عقدوا اجتماعا في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار بضيافة النائب دوري شمعون وحضور ممثلين عن حزب الكتائب واليسار الديمقراطي وغيرهم لاستنساخ أمانة سر جديدة تضم من تبقى من ذاك التنظيم. إذا تحت الشتاء مليون ونص كيف لو شمسك؟ نحن مش طالبين مباركة حدا، نحن معتبرين إنه هالحركة هيدي لازم تضلها مستمرة، وإذا كان الرئيس حرير اليوم مشغول برئاسة وزارة وغيره ومش قادر، نحن موجودين. المجموعة اللي هون اللي هي مأمنة بمبادئ حركة 14 أذار بتشوف إنه الحركة هيدي عمل شوي شوي تدوب، هالمجموعة هيدي لقيت إنه أخي طب منيح سكرتوا لنا الأمانة وبطلتوا تجتمعوا، بس نحن بعدنا مأمنين بهالقصة هيدي بنضلنا مكفيين. الصق العام فارس سعيد ما شفناه معكم. نحن كنا حبينا إنه يكون معنا، بس بيظهر إنه منه راضي على الوضع. وكما كانت الأمانة العامة للرابع عشر من أذار تعقد اجتماعاتها الأسبوعية برئاسة أمينها العام فارس سعيد، ستعقد هذه المجموعة اجتماعا أسبوعيا أيضا في البيت المركزي للأحرار لتطلق بعده موقفا سياسيا، ولكن بغياب سعيد. نحن اليوم عملنا إطار تنظيمي لمجموعة من ناشطي 14 أذار، وهذا الإطار التنظيمي سيبدأ بالاجتماع اعتبارا من الأسبوع المقبل. الهيكلية السياسية يلي أطرت حركة 14 أذار، هيدي الهيكلية السياسية لا شك أنه توفت بخروج عدة أحزاب منها، إنما بعد في ناشطين يلي هن أساس 14 أذار اللي هني أساس هيدي الصرخة، هودي بعدهم موجودين بحاجة لمين يرجع يجمعهم ويلم الشمل، ونحن موجودين لهالشيء. وبعد الاجتماع بدأت المجموعة الإعداد لصفحة فيسبوكية لتعيد إحياء 14 من أذار ولو افتراضيا. ليال بوموسى، قناة الجديد. فارس سعيد ارتبط اسمه بالأمانة العامة لقوى 14 من أذار، فأين هو اليوم؟ لا يمكن الحديث عن 14 من أذار من دون أن يخطر في البال الدكتور فارس سعيد، الرجل الذي ارتبط اسمه فيما عرف بثورة الأرز منذ 12 عاما. ابن بلدة قرطبة في جبيل، سافر في بداية الحرب الأهلية عام 75 إلى باريس، درس الطب وتخصص بجراحة القلب والشرايين، ومع نهاية الحرب عام 90 عاد إلى لبنان ومارس مهنة الطب وبدأ العمل السياسي، فكانت مشاركته في خلوة سيدة الجبل ثم في لقاء قرنة شهوان، وانتخب نائبا في البرلمان عام 2000، وفي عام 2004 كان من بين الأعضاء المؤسسين لمؤتمر لبريستول الحجر الأساس لقوى 14 من أذار، حتى جاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري وولادة تحالف 14 من أذار عام 2005. يوم مجيد آخر في تاريخ لبنان يضاف إلى محطات العزة والكرامة التي يواصل الشعب اللبناني تسطيرها منذ انطلاقة انتفاضة الاستقلال. في عام 2008 بات لهذا التحالف أمانة عامة، وسمي سعيد منسقا عاما لأمانة قوى 14 من أذار، إلى أن جاءت انتكاسة حكومة ما بعد انتخابات عام 2009 وبدء سقوط دومينو قيادات 14 من أذار. تحالفنا بمرحلة معينة تحت شعار 14 من أذار بمجموعة من الأحزاب والشخصيات، تحالفنا معها بحكم الضرورة، بحكم الضرورة الموضوعية آنذاك التي حكمت البلاد،
لكن هذا لا يمكن أن يستمر. أما النكبة التي قضت على القضية والتحالف فكانت ترشيح تيار المستقبل النائب سليمان فرنجي للرئاسة وترشيح القوات للعماد ميشيل عون رئيسا، فسقط حلم الرابع عشر من آذار بترشيح قيادات حلفاء سوريا الأسد لتسلمهم دفة البلاد. ميشيل عون. ومع انفراط عقد قوى الرابع عشر من آذار خرج الأمين العام معلنا أن لا أمانة عامة لتنظيم منتهن، انكفأ الطبيب بعدما توقف قلب الثورة. في ذكرى 14 من آذار أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن الحق عاد إلى أصحابه وأن تيار رئيس الجمهورية بات تيار الجمهورية الذي يريد تحقيق سياسة خارجية مستقلة والعمل على منع الفكر التكفيري ومواجهة إسرائيل وعودة الفلسطينيين والسوريين إلى أرضهم. يلي بيرفض النسبية هو عم بيرفض الآخر وعم بيرفض حق الاختلاف، لأنه ببلدين يلي بيرفض حق الاختلاف بيوصلها للحرب الأهلية، بالأحزاب يلي بيرفض حق الاختلاف بيوصلها للانفراط. مشان هيك نحن اعتمدنا النسبية بقلب تيارنا، ومشان هيك نحن عم نطالب بالنسبية بقلب لبنان، لأنه لا يمكن لأكترية طائفية أو مذهبية إن تحكم البلد لوحدها وتسحق الأقلية. هيدا ما بيعمل سلم أهلي مستدام، ونحن بكفينا فخر إنه عم نتعرض للابتزاز السياسي وللإغراء السياسي كرمال معهد صغير أو كبير، وما عم ننهز، وهيدا أقل شيء منعمله لنعطي المناعة السياسية للتيار الوطني الحر. نحن اليوم هيدا اللي منمارسه بقانون الانتخاب، عم نحاول نقعد محل الآخر ونفكر مثل ما هو بيفكر ونفهم له هواجسه، بس فهم الآخر له حدود مثل ما التسامح حدوده عدم إلغاء الزيت، فهم الآخر حدوده عدم التحول إلى الزيت. بين المردى والاشتراكي وحزب الله، هل يلقى الاقتراح الباسيلي مصير أسلافه؟ يبدو واضحا أن من كسر بين المردى والتيار الوطني الحر لا يمكن أن يجبر بسهولة، على الأقل في مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات النيابية، فالعشب السياسي الذي نبت بينهما باعد في الخيارات الانتخابية لحليفي الأمس ودفع المردى إلى انتقاد تحالفات الوطني الحر ورفض الاقتراح الباسيلي. هيك هذا الاقتراح أخذ من قانونين، قانون الأرثوذكسي وقانون الستين، بكل قانون منهم في حسنات وسيئات. للأسف هذا الاقتراح أخذ السيئات من كل قانون وجمعهم بفرد قانون، طلع قانون للأسف مسخ. هيدا القانون بيبني جدار بين الطوائف وضمن الطوائف الواحدة. اليوم ما فيك تعملي قانون على قياس أفريقاء وأشخاص، بدك تعملي قانون على قياس لبنان بيشبه لبنان، ما فيك تعملي على قياس تحالفات ظرفية، هيدي التحالفات الظرفية ممكن تنقلب بعد 4 سنين و5 سنين، شو بيصير فينا؟ نحن اليوم اللي عم نقوله هيدا المشروع هو خطر على المسيحيين. أكبر خطر وأكبر عدو على المسيحيين هو الحقد، هو التعقيد، هو الأنانية، هو الإلغاء. أنتوا تيار المردى أي قانون تحديداً بدكم؟ نحن بنعتبر أنه قانون اللي تقدم فيه الوزير مروان شربي اللي هو قاعدة أساسية بيمثلنا أكيد. بتشوفوا تيار المردى مستهدف تحديداً تيار المردى؟ عم بقلك نحن كتيار مردى عصيين على الاستهداف وعلى الإلغاء، هن عم بيحاولوا يعملوا هيدا الشيء، إنما نحن منطمنون ما حدا حاول يلغينا إلا ما التغى قبلنا. أما موقف حزب الله فأعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. النصيغة التي تطرح خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والتي لا تحقق ضمانة للعيش الواحد والحفاظ على المناصفة لن نقبل بها بكل بساطة.
التغيير لا يتم بالحفاظ على الأحجام السابقة، والتغيير لا يفترض أيضا تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة. لا يكشف اللقاء الديمقراطي موقفه الصريح من طرح باسيل، لكن المرصود فتحه النيران عليه قبل إعلانه، وهو يتذرع اليوم بالمواقف السلبية لسائر الأفرقاء السياسيين. لا أعتقد أن لهذا القانون فرصة كبيرة، لا أعتقد أن لديه فرصة كبيرة في اعتماده. بصرف النظر عن موقفنا، أعتقد أن هناك مواقف أيضا من قوى سياسية أخرى لا ترى فيه الحل الأمثل لأجل قانون انتخابي مجمع عليه ومتفق عليه بين اللبنانيين. وأمام هذه المواقف يبدو أن مقترح العجلة يسير في خطى مؤكدة نحو الإخفاق. دارين دعبوس، قناة الجديد. تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية غدا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إقفال شارع المصارف في وسط بيروت من الساعة 7 صباحا حتى انتهاء الجلسة. أما الأساتذة والمتعاقدون الذين دعوا غدا إلى الاعتصام فيرون أن الظلم أساس السلسلة. بعد 21 عاما على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعشية إقرار السلسلة الجديدة، أعلت أصوات القطاع العام اعتراضاً على إجحاف أصاب القسم الأكبر منهم، وأبرز تجلياته المؤتمر الصحفي الذي عقده التيار النقابي المستقل رفضاً لإقرار السلسلة بشكلها الحالي. اعتراضه هو نسبة زيادة المجحفة نسوة بالقضاة والجامعة. طبعاً نحن المطلوب 121% تكون متناسبة مع تضخم الاقتصادي الحاصل. أخذنا 45%، الباقي 75%. للأسف عم بيعطونا كسنويين 33%. لن تقف الأمور عند حد الاعتراض، رح نستمر بالإضراب المفتوح. وطبعا هالإضراب المفتوح رح يخوف التلاميذ. نحن نلتزم بتعويض كل دقيقة بدها تغيب عن تلاميذنا، لأنه الأمانة برقبتنا. نحن بكرة رايحين على اعتصام حاشد بساحة رياض الصلح، خطوة رائدة عم فكروا فيها كل الأساتذة وعم يطلبوها ويصروا عليها، وقف توطين الرواتب بالمصارف، لأنه المصارف واقفين ضدنا. أما الأساتذة فانقسموا على آلية مواجهة السلسلة التي أجمعوا على أنها ظالمة، وسط تغريد نقيب معلمي المدارس الخاصة خارج السرب الرسمي والمهني. رغم هذا الوضع الشاذ، رغم كل هذه الثغرات والعثرات بالسلسلة، لازم ينتهي هذا الملف بأقل خسائر ممكنة. يعني عبكرة، من هلأ لعبكرة، اللي فينا نصلحه بنصلحه بالسلسلة، وغير هيك يجب إقفال هذا الملف بعد 5 سنين، وبعدين كل قطاع بيروح يكفي معركته مع الدولة. خذ وطالب بمطلب عادي تزبط، أما بمطلب مثل السلسلة استراتيجي ما بتزبط، لأنه رح تاخد وتخلص الخبرية. ومن مبدأ المساواة كان للمتقاعدين حصة من الظلم. الدولة اللبنانية منذ 1998 تبنت مبدأ اللي هو المساواة في معاشات التقاعد. اجت بس وصلت لمعاشات المتقاعدين، يعني غيرت هالمبدأ بمبدأ كان متبع بالخمسينات وبالستينات، مبدأ الشطور. نحن كلنا المتقاعدين عسكريين ومدنيين وسفراء وضغط، منفضل جديا منفضل انه ما تعطينا شيء الدولة، ما بدنا شيء يا اخي، على انه هاي عم بيذلونا. من المتقاعدين الى الاساتذة لم يحمل الصبر الفرج المنتظر، اما الامل فمعلق على السلسلة المقبلة، وان كان بعد ربع قرن اخر. حسان الرفاعي، قناة الجديد. لليوم الثاني على التوالي قصر العدل في بيروت خال من المحاكمات. في قصر العدل في بيروت قاعات المحاكمات فارغة، خفت صوت المرافعات وحل مكانه صوت قطرات المياه المتسربة من سقف قصر العدل على بعد أمتار من الغرفة التي اجتمع فيها القضاة الكبار في مقر مجلس القضاء الأعلى. السلطة القضائية المعتكفة عن عقد الجلسات وإصدار الأحكام إلا في الحالات الطارئة ناقشت في هذه القاعة نقطتين أساسيتين في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهما العطلة القضائية التي اقترح مشروع القانون أن تكون شهراً بدلاً من 2، ووضع الحكومة نظاماً موحداً للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام ويطبق على صندوق تعاضد القضاة،
علما أن القاضي ليس موظفا في قطاع عام وإنما ينتمي إلى سلطة قائمة بذاتها. طيب ما هذا بأمن مدارس للقضاة، هذا بأمن الطبابة، يعني إذا هودي أنا بلغيله إياهم طيب كيف بده يعيش، كيف بده يطلب منه أنه يزيد نشاطه؟ اللجان المشتركة في مجلس النواب أقرت مشروع قانون السلسلة من دون الوقوف على رأي السلطة القضائية، ولفتت مصادر قضائية إلى أنه إذا جرى خفض مخصصات القضاة فيجب إعادة النظر في مخصصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أيضا. ولم تخفي المصادر غضبها من أنه مع تصحيح الأجور أصبح موظف الفئة الأولى يتقاضى أجرا أعلى من أجر القاضي الأصيل الذي لا يتخطى 4,100,000 ليرة. القاضي يجب أن يكون رواتبه ومخصصاته لائقة وكافية لعيش حياة كريمة، لا يقدر يتفرغ لعمله بشكل جيد، مش عب أمن له يصير غني، عب أمن له عايش كريم. إما من عملهم أنه هن سلطة مثل السلطة التشريعية مثل السلطة التنفيذية ومن أمنه العيش الكريم، وأما نحن عم نعمل مشكلة كتير كبير للبلد، لأنه القضاة يعني بتعلق فينا كلنا، يعني إذا بقدر ما هني مرتاحين ومستقلين بقدر ما أنا حقوقي أنا المواطن بتوصلي. ومن هيك لازم ننتبه ما حدا يجرب يمس بالسلطة القضائية. وفي ظل حرص السلطة القضائية على أن تبقى صاحبة الرأي في مصيرها تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم المس بهيبتها لجعلها مرتهنة للطبقة السياسية، قد يفيد هذا الاعتكاف أيضاً لترميم حقيقي في قصر السلطة الثالثة يساهم في ارتقائها فعلياً إلى مستوى مرتفع عن الفساد. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. كيف يدافع النواب عن قانون رفع مخصصاتهم في وقت يستعدون فيه لرفع الضرائب على ناخبهم؟ في تاريخ مجلس النواب خلال حرب أهلية وقبلها لم يلحظ أي معاش تقاعدي للنواب، إنما في منتصف السبعينيات لوحظ أن أحد رؤساء الحكومة السابقين أنهى حياته في دار العجزة. يومها تقدم النائب الراحل ريمو إدي بقانون يقضي بأن يحصل كل من هو رئيس جمهورية سابق أو رئيس مجلس وزراء وأيضاً المجلس النيابي بتعويض طبعاً لطلب يطلب هو التعويض المالي. هذا عام 74، إنما عام 2014 تقدم النائب أنطوان زهرة باقتراح. فما هو؟ كي نفهم هذا القانون علينا العودة 43 عاماً إلى الوراء، يوم أقر قانون يتقاضى وفقه كل من الرؤساء الثلاثة السابقين 75% من تعويضاتهم ومخصصاتهم، بينما يستفيد النائب الذي انتخب لدورة واحدة 55% من تعويضات النواب ومخصصاتهم، ومن أمضى دورتين يستفيد من 65%، ومن أمضى ثلاث دورات يستفيد من 75% من التعويضات والمخصصات. أما في حال الوفاة، وهنا جاء تعديل القانون المقترح من زهرة، فإن ورثة النائب الراحل الذي أمضى ثلاث دورات يستفيدون من 75% من 75% التي كان يتقاضاها النائب السابق، لترتفع هذه النسبة بعد الجلسة التشريعية الأخيرة في 25 من كانون الثاني الماضي إلى 100% من 75% من تعويضات النواب ومخصصاتهم. لا يتخطى عدد المستفيدين من هذا القانون 112 عائلة. هكذا وبشخطة قلم تحصل طبقة سياسية أموالا لها ولعائلاتها إلى أبد الآبدين، في وقت يشهد المواطنون لقمة عيشهم في حياتهم قبل مماتهم. أنا عملي شخصيا مع تعديل هذه الأحكام اللي بعتبرها غير مناسبة. هلا هيدا موضوع مناقشة وقت بيورد مشروع الموازنة. إذا النائب السابق توفى بتضل عائلته تاخذ نفس التعويض اللي كانت تاخذ ايام حياته، يعني 55 65 75. هيدي شو قصه ال 100%؟ ما في 100%، ما بعرف مين جابها. هلا فينا فين في تعدل بكل ليلى اذا بدنا نعدل. هل هذا الشيء بالنسبه لك مقبول بالوقت العالم عم تجرب تاخذ سسر لها، عم تجرب نجيب مصاري لهالقطاع العام، صار في كمان لكم مخصصات، معقول تنزاد ل 100%؟ هذا الشيء طبيعي بالنسبه يعني اول شيء هذا ما بحث بالسلسله، وقت اللي كان عم ينبحث بالسلسلة ما حدا حكى فيه. اثنين، نحن بالسلسلة الماضية اللي كنا عم نبحثها
ما حطينا زودة معاشات ولا تعويضات للنواب ولا للوزراء ولا للرؤساء. يمكن التوقيت مش مزبوط، بس أنا ما بدي عائب النواب، لأنه في نواب عم يشتغلوا بيستاهلوا، في نواب وقفوا أعمالهم المهنية ليكونوا بخدمة المواطن. لهم تغييرهم ولهم إصلاحهم، لهم قواتهم وكتائبهم، لهم وفاؤهم لناسهم المحرومين، فيما هم جميعا يشتركون في فرض ضرائب على المواطنين ويقرون قوانين لمصلحتهم في المستقبل، وعلى المواطنين الضرائب وبؤس المصير. رشا الكرم، قناة الجديد. ما فيك تصف هون للفالي، فمن يراقب ومن يحاسب؟ قررنا اختبار مدى التزام شركات الفالي باركينج بالقانون والتقيد بشروط هذه الخدمة. أين تركن سياراتنا بعد أن نتركها عند الفالي؟ وهل من يحافظ عليها؟ وإليكم النتيجة. شبيح الفالي هذا يضع حاجزاً لمنع الزبائن من الوقوف في الأماكن العامة وحجزها لسيارات الفالي، وهذا مخالف للقانون. وفي اختبار قمنا به، قصدنا أحد مطاعم بيروت وتركنا السيارة في عهدة عامل الفالي، فيما كان الزميل جهاد يراقب أين سيركن هذا العامل السيارة. وبعدما تأكد لنا أن السيارة لم توضع في موقف آمن كما يفرض القانون وقد تركت على الرصيف، طلبنا إلى زميلنا أن يسرق السيارة، وهذا ما حدث. فخرج بها من على الرصيف بكل سهولة من دون أن يتنبه عامل الفالي. هي هون كانت مصفوفة هون؟ محل هاي يعني؟ هي أكيد هون صفت يعني السيارة؟ مش بموقف ولا بشي، بكيف بموقف أو شي محل؟ بكيف مثلاً مصفوفة بشي محل بشي موقف أو هيك؟ يعني أكيد مصفوفة كانت على الطريق هون؟ بعد نقاش طويل هددنا المسؤولين عن خدمة الفالي باركينج في المطعم باللجوء إلى أقرب مخفر للتبليغ عن الحادث، وبعد أن غبنا بعض الوقت عدنا لنواجههم بالكاميرا. القانون بيقول إنه مفروض كل شركة فالي باركينج أو كل حدا عم يشتغل فالي باركينج يصف السيارة اللي إله بموقف آمن، يعني يكون في حدا من قبلكم موجود بالموقف ويعرف مين عم ياخد السيارة ومين عم يطلع فيها. أنتوا صفيتوا السيارة على الطريق، شو اللي صار؟ بس خبرني شو اللي صار. نحن أخذنا السيارة منك، الشاب اللي أخذها منك السيارة إنه بياخدها بيصفها بالباركينج مزبوط، بس هلأ لقى صفي هو. يعني أنا ماني فيناش نبرم ببرمة السيارة كلها سواء نروح نصفها، يعني بتبرم شي ربع ساعة لتصف السيارة هونيك، فلقى صفي وصفيناها على الطريق. ما فيك تصف هون للفاليه، جملة اعتدنا سماعها من العاملين في خدمة ركن السيارات كلما حاولنا ركن سيارة جانب الرصيف. بعد هذا التقرير صار بالإمكان أن نقول لهؤلاء فينا نصف هون مش فاليه. إبراهيم حرب، قناة الجديد. بعد الإعلان طعن نيابي في قانون الإيجارات. أهلا بكم من جديد. لبنان يودع ستافرو جبرة في مأتم مهيب. حضرت ريشة ستافرو جبرة إلى جانبه في يوم رحيله لترسم اليوم الأخير بين أهله ومحبيه الذين ودعوه في مأتم رسمي وشعبي، ورأس الصلاة الجنائزية لراحة نفسه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي في كنيسة القديس نيكولا للروم الأرثوذكس الأشرفية في حضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة. بعد الصلاة ألقى الوزير توين كلمة رئيس الجمهورية الذي أشاد بمزايا الراحل، فيما ألقت ابنة الفقيد باميلا جبرة كلمة العائلة. لمشهد الانتقاد المجد الذي عرف به الفنان الراحل
ذكائك في عالم الصحافة. أنت ستافرو حبيب قلبنا، أنت ستافرو الحنون الحساس المبتسم عطول، ستافرو يلي بيوزع فرح وحب ما له حدود ولا نهاية. ستافرو ما بذكر ولا مرة إني شفتك زعلان، حتى بمرضك يلي خفيته عنك وعن حالك وما تقبلته أبداً ولا نهار، وضلت البسمة على وجهك وما فرقتك، كأنه الحياة بالنسبة لك هي رسمة كاريكاتير. كذلك تحدث وزير الإعلام ملحم رياشي إلى الصحفيين، فرأى أن لبنان والصحافة بخسارة جبرة خسرا ريشة نادرة. حشرة تدفع البلدية إلى أقفال حرج بيروت في وجه المواطنين مدة 3 أشهر، ولكن ماذا سيحل بماراثون قوى الأمن المحدد انطلاقه وانتهاؤه في الحرج؟ هذا النوع من الحشرات الذي ينخر في أشجار حرج بيروت دفع البلدية إلى إعلان إقفال الحرج في وجه المواطنين من أجل معالجة المشكلة. بشهر 12 لاحظنا أنه الأشجار عم بيبسوا، تحركت الإدارة وبلش يكشفوا على الموضوع، تبين أنه في حشرات بكثافة دخلت على الحرش وبلشوا يسيبوا الأشجار. حرش بيروت اليوم مسكر لأنه في معالجة عم تتم لنقدر نعالج المرض اللي أصاب الصنوبر بالحرش. قرار البلدية بقي سرا إلى أن أعلنت جمعية نحن أنها تستغرب قرار الإقفال. نحن أول مشكلة مع البلدية عندنا أنه اليوم تعرف آلاف الناس عم تيجي صارت على الحرش، تخيل الناس بتيجي، تخيل عائلة جاية مع أولادها مع الألعاب تبعهم مع أغراضهم وجايين ووصلوا على الحرش وفجأة قالوا لهم الحرش مسكر. يعني البلدية أشطر شيء حطوا استقبلها وودع وتغدى وتعشى على الفيسبوك تبعهم. تاني مشكلة اليوم مين قال، يعني اليوم عم بقولوا ما عندناش مواد كيماوية، طيب ليش ما شاركوا العالم، ليه ما شاركوا العالم انه نحن شو هي نوع المواد الكيماويه اللي بدنا نشوفها؟ لانه المواد الكيماويه هي مش بس حتقتل الحشره، حتقتل كل البيئه الحيوانيه بالحرش بيروت. بيقولوا ناطرين دراسات، ما بعرف. طب اذا ناطرين دراسات ليه سكروا حرش بيروت؟ اذا ناطرين الدراسات معناتها ما في داعي يسكروا حرش. اللافت كان حرص عضو المجلس البلدي على رفض دخولنا الحرج للتصوير بذريعه انتقال الحشره عبرنا، مؤكدا ان لا احد يمكنه الدخول، فيما عناصر من القوى الأمنية تنتشر في الحرج. سكرنا الحرج طبعا، هي كانت توصية من مجلس البحوث أنه أفضل يتسكر الحرج ليتم المعالجة بطريقة سليمة. قديش مدة التسكير حق؟ هلأ مبدئيا قالوا 3 أشهر. قرار الإقفال لمدة 3 أشهر، ولكن ماراثون قوى الأمن في 26 من الجاري، هذا ما يظهره هذا المستند ويؤكده القيمون على الماراثون. لا الحرش بيروت، لا الحرش بيروت، والوصول كمان على الحرش. وهنا تطرح علامات استفهام إن كان سيجري تغيير مكان انطلاق الماراثون حرصا على عدم نقل الحشرة، أم أن قرار البلدية منع دخول المواطنين يصب في أهداف أخرى. هادي الأمين، قناة الجديد. نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حصباني يؤكد من بعبدة عدم وجود تباين بين القوات والتيار الوطني الحر، وأن القوات تدعم طرح بسير. قطاع الصحة لاسيما قضية الاستشفاء الكامل والمتوازن للمواطنين كان محور لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون ووزير الصحة غسان حصباني. لا تباين بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، والقت التفاهم واضحة، الكل ملتزمين فيها، العلاقة متينة جدا والتنسيق دائم على كافة الأصعدة، وإذا في أي ملاحظات عليه نحن بنتبادل هالملاحظات بين بعض وبنصلح وبنحسن للمضي قدما. نحن يعني ما عندنا ملاحظات كبيرة على هالقانون هيدا، نحن كنا يعني مشاركين بشرحه وتفهمنا هالموضوع قبل إطلاقه علنا، وكان لنا اطلاع عليه ولا اعتراضات على هالموضوع هذا. بالعكس، نحن أي قانون يقدم موضوع الانتخابات قدما ويعزز الديمقراطية والتمثيل العادل بلبنان نحن مستعدين لدعمه. الرئيس عون استقبل كذلك السفير الببوي في لبنان، وجرى البحث بزيارة عون المقررة إلى الفاتيكان الأربعاء، والتقى رئيس الجمهورية العميد المتقاعد مصطفى حمدان وتناول النقاش آخر المستجدات.
توافق بين الحزب الشيوعي والوزير السابق فيصل كرامي على الطرح الانتخابي المتمثل في النسبي ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ودعوة إلى التظاهر غدا الأربعاء. استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في مكتبه في مؤسسة المردة وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة الأمين العام حنا غريب، وجرى البحث في موضوعي قانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب. وفد الشيوعي زار كذلك الوزير السابق فيصل عمر كرامي في طرابلس، وشدد الطرفان إثر اللقاء على أهمية اعتماد النسبية في قانون الانتخابات. ونحن منقول للمسؤولين اللي هن وبشكل خاص لفخامة الرئيس، الدستور بالمادة 22 بيقول انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يلي عم يطرحوه الحزب الشيوعي، نحن موافقين عليه. لبنان دائرة انتخابية واحدة على النسبية وخارج القيد الطائفي. هلا إذا لم يكن هذا الأمر يعني هلا بالوقت الحالي متاح، نحن مع القانون يلي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. كنا قد سمينا الطروحات السابقة بأنها سمك لبن تمر هندي، اليوم نزيد عليهم سمك لبن تمر هندي على لحم بعجين. وشدد غريب وكرامي على أهمية التعاون من أجل إخراج لبنان من قيود المذهبية والطائفية. أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها للزيادات الضريبية التي أقرتها اللجان المشتركة بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ورأت أن هذه الضرائب التي تستهدف في المقام الأول القطاع المالي والقطاعات الإنتاجية سوف يكون لها ارتدادات كارثية على مجمل الواقع الاقتصادي. وقالت الهيئات في اجتماعها الطارئ الذي عقد برئاسة الوزير السابق عدنان القصار إن تمويل السلسلة يمكن أن يتوافر من مكافحة التهرب الضريبي وبتفعيل جباية الرسوم والفواتير غير المدفوعة، ومن خلال الاستفادة من ممتلكات الدولة اللبنانية التي بدلا من أن تقوم باستئجار عدد من المباني لوزاراتها ومؤسساتها بتكلفة تفوق 100 مليار ليرة سنويا، إلى جانب إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. قدم كل من النائب زياد أسود وخالد الظاهر ومروان فارس ووليد سكرية وأمل أبو زيد وناجي غاريوس وعباس هاشم وعبد اللطيف الزين وعاصم قانصو ودوري شمعون طعنا في قانون الإيجارات النافذ حكما رقم 2 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 10 في 28 من شباط الماضي. نحن نتأمل هلأ، نحن أمام مجلس دستوري، نتأمل من هذا المجلس الدستوري أنه يحق الحق. نحن ما عم نطلب أكثر من هيك، نحن بدنا يشرع قانون يكون عادل وينصف الجميع. في أخطاء دستورية ارتكبها المجلس النيابي، تم الاعتداء على الدستور، مشان هيك عم نطالب من هذا المجلس، مجلس الدستوري، أنه ياخذ حكمه بهالموضوع. نحن ما عم نطلب أكثر من هيك. اللبنانيين سيهجروا من منازلهم بالألاف لا بالمئات الألاف، لن نسمح بذلك مين ما كان يكون. هذا المجلس النيابي هو مجلس حر بنفسه، ونحن ما انتخبناه، نحن بنعتبر حالنا أنه هذا المجلس ساحب منا، نحن ساحبين منه الثقة. نحن ننتظر من المجلس الجديد أنه يصحح الخلل. بمطلق الأحوال المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري سيصدر قراره، ونأمل أنه يكون القرار بمحله ويوقف هذا القانون، لأنه هو كارثة اجتماعية على البلد. في العالم جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، وفي لبنان جمعية للدفاع عن حقوق الرجل. أكيد رح يقوموا علي النساء. قد يكون من الطبيعي إنشاء جمعيات لحماية حقوق المرأة، لكن قد لا يصدق البعض أنه يجري حالياً التحضير لتأسيس جمعية في لبنان أطلق عليها اسم جبهة الدفاع عن حقوق الرجل. كم رجال بلبنان بعد في يحكي مرته؟ كم رجال؟ معنى شيء؟ أنا عم بحكي بصراحة، صارت المرأة بدها تستفرس. المرأة يجب أن تبقى وردة.
قبل أسبوعين قدم رئيس الهيئة التأسيسية للجمعية المحامي نزيه شليلة بلاغاً لوزارة الداخلية يفيدها بتأسيس الجمعية التي تضم 63 عضواً من بينهم محامون ومهندسون وشعراء وبعض النساء، أما الأهداف فحماية الرجل. صار المرأة بدها السلطة السياسية وبدها السلطة الاجتماعية وبدها السلطة المنزلية وبدها السلطة التربوية. لا إله إلا الله. شو الغلط؟ لا هذا غلط، لأنه عم تضيع العائلة. العمل على اعتبار أن كل الأعمال والأنشطة ليست متساوية كلها بين الرجل والمرأة، ما في مساواة. هلا إذا أنا كنت موظف بنك ومرتي موظفة بنك أوكي، بس ما إلها حق المرأة تتشاوف تقول أنا عم سوق تراكتور، أنت عم سوق تراكتور، شو عم بيصير بأحشائي؟ امبارح عم يتفاخروا رئيس جمعية المصارف اللي ما قلنا شيء ضده، نحن مش عم ننتقده، إنه أكثر من 57% من موظفات المصارف هي نساء. شو رأيك بامرأة؟ أكيد مشكورة المرأة إنها تتألم تساعد جوزها. شو رأيك مديرة بنك بدل من الساعة 7:30 للسبع عشية بإدارة البنك وحسابات ومسؤوليات إدارية؟ هذه الامرأة شو المشكل؟ مشكل لأن عم ترجع على البيت، ما في حياة زوجية. وعما قد ينتج من ردود فعل من النساء على جمعية كهذه؟ أنا بأكد لك أنه بس يسمع النسوين كلامك ما رح يعجبون هالحكي. أنا اللبنانيات ما رح يعجبون، بس في نساء برا ببعض بلدان أوروبية بمقدار من رجل. نحن عم نحكي عن لبنان. لا بتعبدوا بتغسل له إجرايك الليلة، هلا بس يسمعوني هلا عم تطلب إنه أنا غسل. طيب أيام موسى وأيام الأنبياء كلهم شو كانت تعمل النساء؟ بعد الإعلان كارلوس وإعادة المحاكمة. أهلا بكم. في اجتماع هو الأول على هذا المستوى منذ انتهاء ولاية باراك أوباما الذي اتسمت علاقاته مع المملكة بالصعوبة، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول لقاء مع مسؤول خليجي رفيع المستوى منذ توليه السلطة في كانون الثاني الماضي، وذلك في حضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر. وقد أجرى الرجلان محادثات تناولت الفرص الاستثمارية في المملكة وجهود إنهاء الحرب في سوريا. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب بحث مع الأمير السعودي الحرب على تنظيم داعش الإرهابي والمناطق الآمنة في سوريا. وكان بيان للديوان الملكي قد أعلن أن الزيارة ستبدأ رسميا الخميس، يلتقي في خلالها الأمير السعودي إضافة إلى ترامب عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. اليمين المتشدد يعود إلى أوروبا على خلفية المهاجرين والإسلاموفوبيا، فهل تكون البداية من هولندا؟ على وقع تصاعد اليمين تفتح أوروبا موسم الانتخابات على أن تكون البداية من هولندا في انتخابات تشريعية وصفت بالحاسمة، حيث يحاول حزب رئيس مجلس الوزراء الليبرالي مارك روتي التصدي لمنافسه من اليمين المتطرف جيرت فيلدرز. وتأتي هذه الانتخابات على وقع أزمة سياسية دبلوماسية مع تركيا قد تكون الأولى من نوعها في عهدها الحديث، فيما ستكون الانتخابات الأوروبية الثانية في فرنسا وألمانيا. إلا أن الهاجس الأساس الذي تعيشه هذه الدول هو مصير نظامها الليبرالي أمام مخاوف من تحقيق الأحزاب اليمينية المحافظة مكاسب انتخابية وتمكين ما بات يسمى بالترامبية الجديدة من التمدد إلى كل أوروبا، ومن ثم باتجاه الغرب نحو الانغلاق والانعزال والانتقال من عصر الليبرالية والقيم الحرة إلى عصر إقصاء الآخر والشعبوية. المخاوف هذه ترافقت واستطلاعات للرأي في هولندا أشارت إلى فرق ضئيل جدا بين حزب من أجل الحرية الذي يقوده فيلدرز المرجح فوزه في الاقتراع وحزب البراغماتي روتي. ولكن حتى إذا لم يأتي في الطليعة في هذه الانتخابات يمكن أن يسجل فيلدرز المعادي للمسلمين والمهاجرين أفضل نتيجة منذ إنشاء حزبه عام 2006. وفي فرنسا تظهر استطلاعات الرأي تصدر زعيمة جبهة الوطنية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان.
الآن. كذلك في ألمانيا يستغل حزب البديل لألمانيا الشعبوي الخوف من اللاجئين والمسلمين لتحقيق مفاجآت انتخابية. القضاء الفرنسي يطالب بإعادة محاكمة كارلوس. يعيد القضاء الفرنسي محاكمة إليتش راميرز سانشيز المعروف بكارلوس في قضية هجوم نفذه قبل 43 عاما في مقهى باريسي أوقع قتيلين وعشرات الجرحى. وفي نظر الاتهام تندرج هذه القضية في السياق نفسه لاحتجاز رهائن في مبنى سفارة فرنسا في لاهاي لإطلاق سراح أحد عناصر الجيش الأحمر الياباني المرتبط بالجبهة الشعبية. ويعترض محامو الدفاع على إجراء هذه المحاكمة متسائلين عن أهمية إجراء هذه المحاكمة بعد كل هذه الفترة الطويلة على الوقائع. وقاتل كارلوس في صفوف الفدائيين الفلسطينيين في الأردن خلال أيلول الأسود، وتعاطف مع الجبهة الشعبية بعدما التقى زعيمها جورج حبش في إحدى جامعات موسكو. وعمل كارلوس ضمن فرع العمليات الخاصة بقيادة وديع حداد، وهو ينفذ حاليا حكما بالسجن المؤبد لاتهامه بتنفيذ تفجيرين في فرنسا قتل خلالهما 11 شخصا وجريمة قتل لشرطيين فرنسيين. كانت النشرة ذكرى 14 أذار ذكرى. وإذا كان الرئيس حرير اليوم مشغول برئاسة وزارة وغيره مش قادر، نحن موجودين. السلسلة في المجلس والنقابات في الشارع. نستمر بالإضراب المفتوح. الفالي يخالف القوانين ويستملك الأرصفة. هي يعني بلكي مثلا مصفوفة بشي محل بشي موقف أو هيك، يعني أكيد مصفوفة كانت على الطريق هون. بن سلمان وأزمة المنطقة في البيت الأبيض. واليمين المتطرف على أبواب الانتخابات الأوروبية. النشرة انتهت. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على خير.